استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي زار سموه مبعوثا من القيادة الإماراتية لنقل تحياتها وتقديرها لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وتمنياتها الصادقة لسموه بمفور الصحة والسعادة. وخلال اللقاء نقل وزير التسامح الإماراتي إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تهاني أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بما من الله به على سموه من نعمة الشفاء، وتمنيات سموه بأن يديم المولى على صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء موفور الصحة والسعادة لمواصلة مسيرة الخير والنماء بمملكة البحرين، مؤكدا على المكانة والتقدير الكبيرين لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعبا. وخلال اللقاء أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تربط بين البلدين الشقيقين والمتجذرة تاريخيا وبما تشكله من انموذج مثالي في التعاون بين الدول الشقيقة، مؤكدا سموه حفظه الله اعتزازه بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي تجمعها مع مملكة البحرين قيادة وشعبا أواصر عميقة من المحبة وعلاقات تاريخية وتعاون بناء في المجالات المختلفة. وقد حمل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء معالي وزير التسامح الإماراتي تحياته لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مشيدا سموه بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لمملكة البحرين في مختلف الظروف. وجرى خلال اللقاء استعراض مسار العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وما يشهد التعاون المشترك بينهما من تطور ونمو في المجالات المختلفة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويحقق للبلدين المزيد من التقدم والازدهار.